بس الاحداث ماشيه. يا عمرو انا ما تفهم معايا بس في نقطه بس عشان عمرو بس كمل عليها. عمرو كمل عليها. اولا لو انا زي عمرو بيقول ده ما خليش المتحدث الرسمي بتاعي يطلع يقول اللي بيدرس الانسحاب. كلمه دراسه الانسحاب دي يا كابتن خالد معناها ان مجلس نادي الزمالك معترض على كل شيء، معترض على كل شيء، معترض على الاجواء، معترض على الضغوط اللي بتعرض لها. الفكره كانت موجوده فعلا. لا لا الفكره كانت موجوده يا سيدي، الفكره كانت موجوده فعلا، فكره الانسحاب موجوده يا كابتن ماهر. موجودة. يا ماهر المتحدث الرسمي ما جابش من عنده. المتحدث الرسمي ما جابش من عنده قرار. عارف عواقب يا ماهر؟ لو سمحت. طب هنطلع لفاصل وهقول لكم كلمه وامري لله. المتحدث الرسمي بيقول كلمه وامري لله. لا ما بيخدمش منه نفسه. لما تصدر تظهر على صفحه النادي يا استاذ علي هقول لكم كلمه عمري لله. اللعيبه لعيبه الزمالك في توتر غير طبيعي في المعسكر. طبيعي. انا بقول لكم بقى اجواء اللي انا عارفها. اللعيبه مخضوضه طبعا. اللعيبه زمايلهم اللي كانوا بياكلوا ويشربوا معاهم وقاعدين معاهم محبوسين، ومدير الكوره في النادي محبوس. كابتن فاللعيبه جوه المعسكر طبعا. انا بديك معلومه بقى بعيدا عن كابتن حسين لبيب. عشان كده اللعيبه جوه حاسه ان مش قادره تلعب.